خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد، فلوق جديد. اليوم 1 في شهر 7 2020، جينا طحنا هنايا نواد القنار بني سلمان باب برت اقليم شات الشاون. طبيعة الحال واد القنار ماشي اول مرة، يعني كل عام عندنا زيارة ليلو، كنزولو كل عام ضروري كنحيولو ديك صلة الرحم، حيتاش واد القنار يعني واحد البلاصة راها ماشي عادية. كنصح الناس تجي تشوف هاد المنطقة، هادي منطقة واعرة بزاف اللي مؤخرا تشهرت، يعني سبحان المغاربة كاملين كيجيو ليها، الناس كتجي كتخيم فيها، منطقة سياحية جبلية طبيعة الحال، منطقة واعرة بزاف كما كتشوفو الماء هما مورايا. وخليكم معنا سيمونير افيلال، حصله ديال الكلاب نيشان، ما فيهاش شك. من بعد اخي مونير، ومن بعد خاصنا جدا دير واحد دابا حنا من ارزاق زوله في الاول الاشكار، دابا عاد في الزفتير، دابا يدك لا ما خلاص ما بيطاتينا هاد الرجال. مي هادي من الجبرة الا في واد القنار طبيعة الحال، هذا مرزوق بدادي يقوم بشعر العافية في واد القنار. مسكين قايد حسين وقايد، فين هي العافية يا مرزوق بدادي؟ ولا يقدر حيبة دي تسل.